باشمهندس احمد، ممكن تبدا كده تعرض البرزنتيشن بعد اذنك؟ تمام، اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ معاكم المهندس أحمد سليمان، مهندس تصميم منشآت معدنية بعدد من الشركات الهندسية زي محرم مخروم و اي اي سي والزامل، وعدد يعني شاركنا في عدد من المشروعات سواء داخل مصر أو خارج مصر. يمكن أغلب شغلنا كان في السعودية والإمارات وقطر، وطبعا ده بجانب مصر، ومشاريع كتير أوي عملناها في مصر زي مثلا قناة السويس الجديدة، مشاريع توليد الكهرباء اللي اتعملت في بني سويف، محطة الكهرباء الجديدة، المشاريع الجديدة زي الكباري، أغلب الكباري اللي اتعملت شاركنا فيها الحمد لله. دي عدد كبير من المشاريع اللي موجودة في مصر، ويمكن أنا بهتم شوية في المحاضرة بتاعتنا دي إن إحنا بنتكلم عن المشاريع اللي في مصر. نتيجة المحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن الكورس بتاعنا، وهو كورس ليفل 1. كورس ليفل 1 هو كورس الخاص بالتصميم طبقا للكود المصري. الكود المصري يمكن من الأكواد اللي معترف بيها يعني على المستوى المحلي أكتر منها على المستوى العالمي. المحاضرة بتاعتنا النهاردة خاصة بالليفل ده بالذات، لأن الليفل ده يمكن عليه طلب الفترة دي نتيجة إن عدد كبير من المهندسين اللي مثلا في الكليات بتاعتنا بيكونوا عايزين عندهم مشكلة في مشروع التخرج. أنا كطالب لسه داخل الكلية، لسه داخل سنة رابعة، عايز أطلع مشروع التخرج بتاعي على أكمل وجه، وفي نفس الوقت عندي مشكلة إن أنا مش قادر أهندل المشروع زي ما بيقولوا، أو حاجة جديدة عليا ما خدتهاش في الكلية، فمقلق وخايف وبالنسبة لي الموضوع متوتر. هنبتدي ان شاء الله في الكورس ليفل 1 ده بيمهد للطلبة ان هو ازاي يتعامل مع مشروع التخرج، وده بيكون الكونسيبت بتاعنا في كورس ليفل 1. كورس ليفل 1 الستيل كورس بتاع ليفل 1 اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو ليه كذا برانش بيناقش كذا حاجة. اول برانش هو بيناقشه هو البيزكس، ويمكن دي بواجه ناس كتير قوي بتتكلم معايا فيها ان البيزكس احنا عندنا بيزكس وما عندناش مشكله في البيزكس، وبيجي يكون مش عايز يشترك في كورس ليفل 1، او خلاص هو بالنسبه له كورس ليفل 1 بيزكس يعني بيشرح البيزكس بشكل مستفيض، فبالنسبه له خلاص انا عندي البيزكس مش عايز بيزكس. يجي يدخل معانا في الكورس او يشوف في الكورس يلاقي لا، ان هو عنده بيزكس بس يمكن يكون في حاجه هو فاهمها بشكل مش اصح حاجه، او في جزء الفهم بتاعه مش اكيوريت قوي، او في جزء اصلا يمكن يكون مش مفهوم تماما. يعني يمكن احنا بنتكلم في البيزكس بشكل مستفيض شويه. بمعنى ايه؟ بنتكلم على السيستمز بشكل عام. بمعنى والله انا عندي في البيزكس دي ممكن اتكلم على الاستاتيكال سيستم كلها، الاستاتيكال سيستم اللي اقدر استخدمها في المشروع عامله ازاي، ودي بتتغير من مهندس للتاني. يعني ممكن مهندس يجي يعمل استاتيكال سيستم موفر جدا ويطلع قطاعات موفره، وزميله اللي معاه يعمل سيستم لا سيف او كل حاجه بس يطلع قطاعات اوفر جدا في الديزاين. فبنبتدي نتكلم في البيزكس في السيستم، ازاي تتعامل مع السيستم، ودي بتفرق بقى من مهندس للتاني. اللي انت تكون عارف كل اليمنت في المشروع بتاعك هو ايه الفايده منه، بيفيدك بايه، هل هو بيفيدك فعلا ولا لا، يعني هل انت محتاج الاليمنت ده في المكان ده ولا لا. وده اللي احنا بنلعب عليه جدا في كورس ليفل 1، اللي انت البيزكس بتاعتك تكون قويه وخاصه في الاستاتيكال سيستم. حاجه تانية مثلا من ضمن البيزكس وهي الباكلينج. الباكلينج ده يعني عامل مهم جدا في الستيل. يمكن اغلب مهندسين الخرسانه بيكون بالنسبه لهم الاستريسز هي اهم حاجه، احنا بالنسبه لنا كمهندس ستيل لا، مش الاستريسز هي اهم حاجه. انا ما بصممش القطاع بتاعي على مومنت ونورمال وشيب وخلاص كده ويبقى انا كده طلعت قطاع سيف، لا، انا عندي عامل مهم جدا من العوامل اللي بتعتمد عليها ديزاين هو الباكلينج اناليسيس او الباكلينج فاكتورز. ازاي احسب الباكلينج صح، وايه هي
لو الباكلنج بتاعي طلع معايا كبير، ازاي اقلل مكان الباكلنج ده؟ يعني الباكلنج ده لو طلع كبير ممكن يخلي لي القطاع، لو هو مسيف على ستريسز يخلي لي القطاع بتاعي ان سيف نتيجه اللي هو باكلنج، ومحتاج قطاع الدبل عشان يسيف معايا باكلنج. فازاي اتحكم في الباكلنج ده ويكون عندي تحكم فيه بشكل كبير، واقدر اتعامل معاه بشكل احسن. فالموضوع موضوع الباكلنج ده بشكل عام مهم جدا، ويمكن ده بقى يعني يمكن ده من اكتر الحاجات ان الناس لما بتيجي تشترك معانا في كورس ليفل 1 بالذات يبقى هو الباكلنج ده، يعني يمكن لو هو مش هيستفيد من الكورس كله في حاجه، هو الباكلنج ده هو اللي طلع بيه من الكورس. يعني فعلا فهمك للباكلنج بيفرق جدا من مهندس للتاني، لانك لما بتفهم الباكلنج بشكل كبير بتلاقي نفسك ان انت قادر ان انت تتحكم في القطاعات، قادر ان انا استخدم قطاع صغير وفي نفس الوقت اتعامل مع الباكلنج بتاعه ازاي وازاي اقلله. فمن اول الحاجه من اهم الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها في الكورس بتاعنا هي الباكلنج، والباكلنج ده زي ما احنا اتكلمنا من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنتعامل معاها. يمكن من الحاجات التانية اللي احنا بنناقشها في الكورس بتاعنا وهي المانيوال. ايه المانيوال؟ دايما انا بحب في الكورس، او دايما انا لما اجي اخد كورس انا كشخصيا يعني اروح داخل على الكورس بتاعي او الكورس اللي انا هاخده واشوف هل الكورس بيشرح برامج بس ولا بيشرح مانيوال، يشرح المانيوال اللي هو البيزكس المانيوال. لو لقيت الكورس بيشرح برامج بس خلاص يبقى انا كده محتاج اتعلم برامج، يبقى انا مش محتاج اتعلم مانيوال، او انا المانيوال بتاعي كويس ومش عايز حاجه في المانيوال. لكن لما بدخل على كورس او بشترك في كورس والاقي ان الكورس بتاعي فيه مانيوال وفيه كمان برامج، ده بيكون بالنسبه لي مهم جدا. ليه المانيوال؟ بكون بهتم جدا بالمانيوال. انا المانيوال مش الهدف منه ان انا اشرح لك كسكشن في الكليه، الهدف من المانيوال اللي هو ان انا افكرك او اذكرك بالطريقه اللي انت كنت بتصمم بيها زمان واحنا كنا في الكليه. طب الهدف ايه؟ الهدف لما انت بتكون عارف طريقه الديزاين المانيوال والستبس اللي انت كنت استخدمتها، مثلا ديزاين فلكشر ممبر، ديزاين تنشن ممبر، ديزاين كومبريشن ممبر، هتلاقي نفسك انت استرجعت الستبس دي وبقت في مخيلتك. فلما اجي اديك برنامج او اجي اديك اكسل شيت بيصمم لك الموضوع ده، بيصمم لك الاليمنت ده بشكل سريع، يبقى انت كده ذهنك حاضر عارف انت كنت بتعمل ايه في المانيوال، بس انا اديت لك تول اسرع تسهل عليك الشغل. مش معنى ان انت عارف برنامج يبقى انت كده بتهمل المانيوال، المانيوال هو البيز، لان انت في المانيوال انت بتكون عارف الممبر بتاعك ده طلع سيف ولا ان سيف. لو طلع ان سيف، طلع ان سيف نتيجه ايه؟ ممكن الممبر بتاعك اصلا طلع ان سيف نتيجه باكلنج بس، يبقى انت مشكلتك في الباكلنج، وانت مش محتاج ان انت مثلا تكبر الويب بتاع القطاع، لا انت محتاج تكبر فلانجات، محتاج تكبر سيجنس فلانج. عرفت دي منين؟ لما انت تكون عارف المانيوال، تكون عارف الستبس بتاعت المانيوال، هتلاقي نفسك اوتوماتيك عرفت توصل لايه هو الجزء اللي خلى الممبر بتاعك ان سيف، فتقدر تسيف الجزء ده بس. لكن لو انت مش عارف مانيوال، هتدخل مثلا انت بتصمم باكسل شيت، مفترض ان انت بتصمم باكسل شيت، طلع معاك القطاع بتاعك ان سيف باكلينج اوت اوف بلين باكلينج، روح انت عملت ايه؟ كبرت القطاع كله. طب ماشي انا كبرت القطاع كله يا حبذا، انا كبرت القطاع كله، بس ايه؟ جه زميلك اللي جنبك لا ما كبرش القطاع كويب وفلانج، راح جه على الفلانج وراح عرضها شويه، خلى عرضها اعرض من اللي كانت موجوده عليه، بدل ما كانت 200 راح خلاها 250، لا القطاع سيء. زميلك اللي جنبك وفر عنك بنسبه كبيره جدا عن ما انت وفرت. طب انت يا باشمهندس عمال تتكلم شويه عن موضوع التوفير في الديزاين بشكل عام، هقول لك لان اغلبنا كمهندسين سواء مهندس ستيل او مهندس خرسانه كلنا بنطلع قطاعات سيء، ما عندناش مشكله في النقطه دي، لكن مش كلنا بنطلع قطاعات ايكونومي، هي دي اللي بتفرق مهندس عن التاني. عشان كده دايما هتلاقينا دايما في الكورسات بتاعتنا بشكل عام بنتكلم مش بس عن السيفتي، لا بتكلم بشكل كبير عن الايكونومي، وده اللي هنتطرق ليه كمان شويه. عن ان احنا عندنا في الستيل ثلاث اقسام مهمين جدا هنتكلم عليهم كمان شويه. طيب تعالى كده، ده المانيوال بشكل عام، وده ازاي اللي احنا ايه هو الكونتنت اللي احنا بنقدمه في المانيوال. المانيوال طبعا بيكون طبقا للكود المصري، لان زي ما انا اتكلمت المحاضره بتاعتنا النهارده هي خاصه بالكود المصري بشكل كبير. هتيجي تقول لي طب يا باشمهندس الكود المصري ده يمكن في جامعات عندنا خدت ال ار اف دي، وفي جامعات تانية خدت ال اي اس دي. اجي اقول لك ان ال ار اف دي ده كود جديد مش كود قديم، ولحد دلوقتي مفيش مشروع في مصر اتعمل ال ار اف دي، يعني مفيش مشروع انت بداته دخلت فيه ولقيت او نفذته واتعمل ال ار اف دي. يعني يمكن هتكون من النوادر لو في مشروع اتعمل كده حاليا، لقينا ان الكود لسه في كود تاني هينزل قريب جديد هيكونفيرم ال ار اف دي هل ينفع معانا ولا لسه في تعديلات. ده بالنسبه للكود المصري. لكن عندنا الكود المصري المعترف بيه لحد دلوقتي واللي اغلب المشاريع اللي بتتنفس بيه هو الكود الاي اس دي. هتيجي تقول لي طب يا باشمهندس انا في الجامعه الكود بتاعي ال ار اف دي اعمل ايه؟
اقول لك مفيش مشكله. الفرق بين الكود ال ار اف دي والاي اس دي مش كبير، الفروقات صغيره. فبالنسبه لي انا لو انت جيت اشتركت معانا وجيت قلت لي لا انا عايز ال ار اف دي، هديك الداتا الخاصه بال ار اف دي اللي هتسهل عليك كتير جدا في المشروع بتاعك. لكن كميثود كطريقه ديزاين الاثنين تقريبا واحد، الطريقه اللي انت هتصمم بيها في المشروع مش فارقه كتير. اختلاف الاكواد ده ما بيفرقش معانا كتير، الاختلاف الاكواد بتكون بتبقى في بعض المعادلات اللي احنا بنتكلم عليها، وكمان هيبقى معاك داتا مختلفه شويه عن الداتا ما بين الاي اس دي والال ار اف دي. فلو انت الال ار اف دي بالنسبه لك يعني في طلبه كتير جدا اشتركوا عندنا وكان الكود بتاعهم ال ار اف دي، الكورس بتاعنا هو بيتكلم اغلبه عن الاي اس دي، فادينا لهم الداتا الخاصه بالال ار اف دي، والاي اس دي ساعدهم ان هو يفهم الال ار اف دي. الال ار اف دي برضه في اجزاء مش مفهومه شويه، فالكود الاي اس دي لما انت بتفهمه وتيجي تقارن ما بين الاي اس دي والال ار اف دي هتلاقي عندك الدنيا واضحه لك بشكل كبير. طب انا كده يا باشمهندس، انا بالنسبه لي عرفت البيزكس وعرفت المانيوال في الكورس، طب انا لما هطلع الاوت بوت بتاعي اكيد مش هطلعه على ورق، انا هطلعه هحتاج بروجرامز، هحتاج برامج، ودي بقت المتطلب من المتطلبات اللي موجوده في السوق دلوقتي، اللي انا يكون عندي البرامج اللي انا هشتغل عليها. طب البرامج اللي انت هتشتغل عليها، البرامج دي بتعمل لك الاوت بوت، بتظهر الاوت بوت اللي انت عملته. بمعنى والله انا عندي في البرامج بتاعتي في مثلا برنامج اسمه الاوتوكاد، اكيد كلنا اتعاملنا معاه. برنامج الاوتوكاد ده بيعمل ايه؟ برنامج الاوتوكاد ده انا بظهر بيه اللوحات بتاعتي، يبقى انا قدرت اطلع اللوحات بتاعتي على الاوتوكاد، مش هرسم بقى زي الكليه وهرسم على ورق، لا انا هرسم على الاوتوكاد. في ده برنامج بيستخدم في الدرون، يعني ده هنطلع بيه الدرون وهتفهم بيه كل الدرون. لما باجي بتكلم فيه تلاقي مثلا في سؤال اتسال، طب انا يا باشمهندس انا اعرف في برنامج اسمه التكلا، برنامج التكلا ده هل بستخدمه في الديزاين؟ هقول لك الكورس بتاعنا هو زي ما انت شايف كده هو ستيم ديزاين كورس، يعني انا مهمتي كمهندس تصميم مش مهندس حاجه تانيه، انا مهمتي ان انا اصمم، مهمتي ان انا كاري القطاعات، مهمتي ان انا اقول قطاع العمود كذا قطاع الكاميرا كذا. فالستيم ديزاينر ما بيكونش محتاج لتكلا سوفت وير. ليه؟ لان في ناس مفهوم التكلا بالنسبه لها مغلوط شويه. التكلا مش برنامج انت بتفضل تعمل عليه سي دي وخلاص، لا التكلا برنامج الهدف الاساسي منه هو تفريد لقطاعات الحديد، زي ما انت كده بتفرد الحديد بتاعك في الخرسانه، هو بالظبط تفريد الحديد في الستيل ببرنامج اسمه التكلا. واللي بيستخدم برنامج التكلا ويكون معتمد عليه اعتماد اساسي هو قسم تاني موجود في الستيل من الاقسام المنتشره جدا في الستيل، هو قسم اسمه الديتيلنج. ايه الديتيلنج ده؟ ده مهندس تفاصيل. بمعنى ايه؟ ده مهندس بيطلع تفريد الحديد بتاعه. تفريد الحديد بتاعه بمعنى ايه؟ والله انا عندي في الحديد انا عندي العمود بتاعي متخرم اخرام معينه عشان احط الاند بليت بتاعي واحط المسامير بتاعه. يبقى الحديد بتاعي لازم، العمود بتاعي لازم ينزل للمصنع بلوح معينه توضح للمصنع اللي هو هيركب بليتات او هيلحم بليتات مع بعضها، ويحط اماكن للهولز في الاماكن دي عشان الكونكشن لما تيجي تركب، لما الرافته تيجي تركب على العمود تبقى الكونكشن واضحه وما يكونش فيها مشاكل والمسامير تدخل ويبقى الثرو بولت بتاعك مظبوط. مين اللي بيقول الحاجات دي ومين اللي بيوضح للمصنع اللي يصنعه ويصنع المقاسات بتاعت البليتات بتاعته قد ايه؟ هو بيبقى مهندس الديتيلنج ده. طب بيستخدم ايه في التصنيع؟ في بيستخدم ايه عشان يظهر الاوت بوت بتاعه؟ هو برنامج التكنو، هو برنامج التكنو برامج قويه جدا في الجزء ده. طيب من الحاجات التانية من الحاجات التانية اللي انت بتحتاجها برضو في الكورس بتاعنا هو برنامج زي برنامج الساب، برنامج الساب والاستاب. البرنامجين دول برامج اناليسيس، بمعنى برامج اناليسيس يعني ايه؟ يعني انا عايز اطلع مومنت ونورمال مشين، يبقى البرامج دي هي برامج بعمل عليها مودلز تطلع لي السترينج اكشنز اللي انا بستخدمها، المومنت والنورمال والشير اللي انا بحتاجه، دول هم البرنامجين دول اللي احنا بنتعامل معاهم. سواء انا يمكن بشرح ساب وبشرح استاب، الاستاب مش منتشر قوي في مصر، يعني يمكن كمصر هتلاقي الاستاب مش هو اكتر حاجه منتشره، لكن اللي منتشر اكتر هو الساب. ويمكن في دول الخليج برضو مش الاستاد هو اكتر حاجه منتشره، في مشاريع هتجي لك هتكون محتاج فيها استاد، وفي مشاريع تانية مش هتلاقي محتاجينها ساب. فهتلاقي ان انت عندك الاستاد او الساب مش هو ده بس اللي بيقف معاك يعني. سوري يا شباب ثانية واحدة، واضح البرنامج قفل.
تبقى انت بالنسبه لك الساب والاستاد هي برامج اناليسيز، انت بتاخد منها مومنت ونورمال وشير. المومنت والنورمال وشير دول انت بتستفيد منهم ان انت بتبتدي تعمل ديزاين للمشروع بتاعك. فديزاين المشروع بتاعك عن طريق السترينج اكشنز ازاي في الكود المصري، ممكن البرامج دي ما بتكونش شامله الكود المصري جواها، يعني ما بتلاقيش جوه البرنامج في كود مصري تقدر تصمم عليه عكس الكود الامريكي مثلا. وده الكورس بتاعنا التاني اللي احنا هنتكلم عليه في محاضره برضه منفصله، ونبتدي نتكلم على الكود الامريكي بيشرح ايه بالظبط، او الكورس بتاعنا بيتناول الكود الامريكي في ايه بالظبط. لكن الستاب والستاب بالنسبه للكود المصري مش هتلاقي الكود المصري موجود، فبالتالي احنا بنتحايل على الموضوع ده، وهقول لك طريقه في الكورس ازاي تصمم طبقا للكود المصري على الستاب او الستاب. وكمان ممكن تستعمل الاكسل شيت، وهنعرف ازاي نطلع السترنج اكشن من الساب والاستاد ونستخدمها في الاكسل شيت بتاعي. طيب في عندنا ثلاث برامج تانيين بنستخدمهم، هو برنامج اسمه اللينكون، وبرنامج اسمه الهيلتي، وبرنامج تاني اسمه الفيشر، وبرنامج تالت اسمه المانجو. دول اربع برامج، الاربع برامج دول خاصين بالكونكشن. البرامج دي خاصه ببرامج الكونكشن. برنامج اللينكون ده البرنامج الاول، البرنامج ده بيكون خاص بديزاين ستيل تو ستيل اليمنت. والله انا عندي كاميرا وعمود عايز اصممهم، يبقى برنامج اللينكون الكونكشن اللي بينهم هتساعدني ان انا اصمم اللينكون، هيساعدني ان انا اصمم ايه الكونكشن بتاعي. طيب عايز اصمم مثلا كونكشن ما بين ستيل مع كونكريت، والله انا عندي مثلا مبنى خرسانه هركب فوقيه، اكمل بدل ما المبنى الخرساني كان، المبنى الخرساني ده كان دورين، هبتدي اتعامل مع المبنى الخرساني دي الخرساني ده، وابتدي اعلي الدورين بتوعي وازود كمان دور، عايز اخليه ثلاث ادوار، بس الدور الجديد عايز اعمله ستيل. فالعمدان هيكون عندي مشكله، العمدان اللي ستيل عايزه تركز على بلاطه خرسانه، ازاي اعمل الكونكشن ما بين منبر ستيل ومنبر خرسانه في الوضع الحالي؟ ابتدي استخدم الثلاث برامج اللي احنا اتكلمنا عليهم، الهيلث والفيشر والمانجو، دول بيساعدوني ان انا اوصل بكونكشن، اقدر اصمم كونكشن توصل ما بين قطاع ستيل مع قطاع كونكريت. فده بيفيدني جدا في الكونكشن الخاصه بالتايدلز. يبقى انا بالنسبه لي عندي في الكونكشن اربع برامج. في الكورس بتاعنا برضو بديك باندل شويه، يعني بدي لك زي حاجه كده هديه مع الكورس، بصراحه انا بعتبرها هديه الكورس، وهو الروبوت، هو برنامج الروبوت. بس الروبوت ده بتناوله من انهي ناحيه؟ بتناوله من ناحيه الكونكشن. لو انت عايز تتعلم ازاي تعمل كونكشن طبقا للروبوت فتقدر تستخدم الروبوت. انا بالنسبه لي بصراحه لو انت حابب تصمم كونكشن عندك برنامج اللينكون من البرامج القويه جدا في ديزاين الكونكشن، اللي هيساعدك بشكل كبير في الديزاين، لانه برنامج الانترفيس بتاعه بسيط مش معقد، وغير كده كمان بيطلع لك كالكوليشن نوت، وبيطلع لك كمان درون تقدر تستفيد منهم في الديزاين ده. اخر حاجه عندنا في الديزاين بتعملها وهو الاكسل شيت طبعا، وكمان بنستخدم ايه الوورد عشان نعمل الكالكوليشن نوت بتاعه. ده كده بنتكلم على ايه هو الكورس اقدر اقسمه ليه. اقدر اقسمه لبيزكس، مجموعه من البيزكس، مانيوال، والبرامج اللي عندنا في الكورس بتاعنا. طب الكورس بتاعنا بيتكلم بيخاطب مين؟ يعني لو انا بتكلم على الكورس بتاعي او الكورس بتاعنا، الكورس بيخاطب مين؟ الكورس بيخاطب اول حاجه لو انت مهندس كونكريت مثلا وعايز تلتحق بالستيل، وعندك مشكله ان انت عايز تعرف اكتر عن الستيل، عايز تتعلم ستيل من البيزكس خالص فروم سكراتش، هيكون كورس ليفل 1 مناسب جدا ليك. بس زي ما قلت لك هتكون هيناقش الكود المصري بشكل كبير. هتيجي تقول لي ده يا باشمهندس انا مش عايز الكود المصري، اقول لك الكود المصري في حاجه اجزاء كتيره جدا من الكود الامريكي. فيبقى انت بالنسبه لك لو انت عايز الكود الامريكي هيبقى الكود الامريكي بالنسبه لك مفيد وكل حاجه، بس الكود المصري في اغلب البيزكس هيبقى بالنسبه لك كورس ليفل 1، هو الكورس المناسب جدا ليك من ناحيه البيزكس. فممكن تبتدي بكورس ليفل 1 بحيث ان هو يساعدك في البيزكس بشكل كبير. طيب ده اول نوع. طب انا لو انا مهندس ستيل فعلا بس انا مش تخصص ديزاين، يمكن ده هيتطرقنا شويه لايه هي الديبارتمنت او التخصصات الموجوده في الستيل. لما انت تيجي تخرج ان شاء الله وتشتغل في الستيل هتلاقي عندك ثلاث تخصصات في الستيل، ثلاث تخصصات اساسيه في الستيل، او ثلاث تخصصات اساسيه خاصه بالديزاين او يعني ريليتد بالديزاين. اول حاجه مهندس اسمه الاستيميت انجينير. ايه الاستيميت انجينير ده؟ ده مهندس بيكون بيتواصل مع البروجكت انجينير او السيلز انجينير، ويبقى متواصلين دايما مع العميل. والله العميل بتاعي انا عندي عميل عايز يبني قطعه ارض،
عايز يعملها مشروع مثلا، مصنع ولا حاجه. فبالنسبه لي اول واحد بيتعامل مع العميل هو السيلز انجينير، يبتدي السيلز يقعد مع العميل يعرف متطلباته ايه بالنسبه للمشروع، وينقل فكر العميل ده لمهندس الاسم. مهندس الاسم بيعرف فكر العميل عباره عن ايه ويبتدي يعمل له تصور للمشروع بتاعه. بتكون مهمه مهندس الاسم حاجتين، اول مهمه بالنسبه له ان هو يعمل التصور الخاص بالمشروع، دي رقم واحد. تاني حاجه يعني يوضح الاوزان اللي محتاجها المشروع بتاعه. يعني انا هعمل المشروع بتاعي بكام طن؟ والله مثلا 50 طن، المشروع بتاعي ده هيكلفني 50 طن. يبقى انا دلوقتي الطن فاكتور في الكوست، اقدر مهندس الاستيميت انجينير يطلع الداتا بتاعته لمهندس السيلز، مهندس السيلز يفلتر الداتا دي ويحولها لمبالغ ماليه، المبالغ الماليه دي يبتدي يقولها للعميل بتاعه فيحدد سعر المشروع بتاعك كام. المشروع بتاعي سعره بقى مليون، اثنين، ثلاثه، اربعه، على حسب ما الاستيميت انجينير يريبورت الداتا بتاعته للسيلز انجينير. يبقى مهمه الاستيميت انجينير مهم جدا. مهندس الاستيميت ده، مهندس الاستيميت هو اللي بيدخل المشاريع لاي شركه، يعني هو اللي بيدخل العميل للشركه بتاعتك او بيمشي العميل من الشركه بتاعتك. عشان كده دايما في الكورسات بتاعتنا بنهتم بقى في الحته دي بايه؟ بنهتم بالتكلفه، بنهتم بالايكونومي. لانك لو انت مش ايكونوميك، مش بتطلع ايكونوميك سيكشن، فبالتالي انت هتطلع قطاعات كبيره جدا. لو انت اشتغلت في الاستيميت انجينير يبقى انت هتبقى بالنسبه للشركه انت مهندس فاشل، ما قدرتش توصل او تنجح الشركه اللي هي تدخل عملاء عن طريق الديزاين بتاعك. فبيبقى مهمه الاستيميت انجينير اللي هو يدخل المشاريع للشركه عن طريق اللي هو يستخدم اقل القطاعات اللي تطلع اقل الاوزان، وبالتالي يطلع على المشروع بتاعك اقل تكلفه، فيخش في المنافسه وياخد المشروع ياخد العميل بتاع المشروع للشركه بتاعته. تاني مهندس هو ديزاين انجينير، وده البروسيس الطبيعي لاي مشروع. اول حاجه بيبتدي الاستيميت انجينير، بعد مرحله الاستيميت بيبتدي الديزاين انجينير. ايه الديزاين انجينير بقى؟ والله في الاستيميت كان مثلا العميل قايل لي والله انا محتار ما بين هحط الكلادنج بتاعي ساندوتش بانل ولا كوريجيتد شيت. فتلاقي الديزاين بقى لما المشروع يدخل بقى للشركه ويبقى خلاص هيتنفس، الديزاين انجينير ما عندوش الكلام ده. انا الاستيميت انجينير بيروح هو واخد الكريتيكال ويشتغل عليه على حسب فرضيه، بيفرض فرضيات كتير جدا. الديزاين انجينير مش بيفرض فرضيات، هو بيكون عارف المعلومه ده. والله انا المشروع بتاعي هيبقى التغطيه بتاعتي سنجل شيت، لو انا هصمم على سنجل شيت. ممكن الديزاين انجينير في مرحله الديزاين يطلع اوزان اقل من الاستيميت، وممكن في مرحله الديزاين يطلع اوزان اكتر من الاستيميت. ده طبقا لايه؟ طبقا للفرضيات اللي الاستيميت انجينير خدها. والله الاستيميت انجينير خد فرضيات صح واقرب ما يكون للي هيتنفس فعلا، ساعتها الديزاين انجينير هيكون طالع قطعات اقل من الاستيميت كده او زيها. لكن لو الديزاين انجينير خد فرضيات مش مطابقه للي هيتنفس في الواقع، يعني خد فرضيه غلط، خد تخطيط المشروع بتاعه سنجل شيت، لكن بعد ما قعدنا مع العميل يعني انا تخطيط المشروع بتاعي ساندوتش بانل، طبعا في اختلاف في الاحمال، ساعتها هيبقى الديزاين انجينير هيطلع قطاعات وهيطلع اوزان اكبر من الاستيميت انجينير. يبقى الديزاين انجينير لازم يدخل له كل المعلومات صح، ما ينفعش يبقى المشروع بتاعي فيه كرين. في الاستيميت مش مشكله كباسيتي الكرين، ممكن يجي يقول لك كباسيتي الكرين ممكن استخدم اكبر كباسيتي بالنسبه لي 20، فالاستيميت انجينير مصمم على 20. في الديزاين لا، لازم يكون الكلاينت خلاص حدد الكباسيتي بتاعت الكرين بتاعته. لو المشروع فيه كرين قال بقى 5 10 20 يبقى كل حاجه محسوبه، لان ساعتها قطاعات الديزاين انجينير هتروح مطرح، يعني بعد ما يخلص البروسيس بتاعته هيروح مودي القطاعات بتاعته للمصنع هتتنفذ خلاص. فلازم تبقى كل حاجه معلومه وواضحه للديزاين انجينير، ما ينفعش ما وضحلوش اجزاء معينه. اخر ديبارتمنت عندنا او اخر بروسيس عندنا وهو الديتيلنج انجينير او الديتيلر، اللي احنا بنسميه الديتيلر. الديتيلر ده بيعمل ايه؟ الديتيلر ده بياخد اللوحات من الديزاين انجينير ويبتدي يعمل زي ما انا كنت لسه بقول تفريد وحصر كميات الحديد اللي المفروض يتصنع. يعمل حصر كميات للحديد اللي المفروض يتصنع، وكمان بيعمل لوحات اللي المفروض هيتركب عليها المشروع، بنسميها ايدكشن دروك. الديتيلنج انجينير ده هو ده اللي بيتعامل مع التكله. هو ده التخصص اللي بيتعامل مع التكله. لو انت طالب في الكليه وهتتخرج هتلاقي المهنه دي موجوده كتيره جدا، ديتيلنج. هتلاقي عدد كبير جدا من الشركات بتطلب ديتيلرز، ومش لازم تكون خبر. عادي ممكن تكون لسه متخرج من الكليه واول وظيفه تقابلك هو الديتيلنج. طيب انت بالنسبه لك الديتيلنج هو بالنسبه لك مفيش لان لو انت الديتيلنج يبقى مفيش بالنسبه لك بالنسبه للمهندس الديتيلنج
بيبقى بالنسبه له برنامج التكله هو اهم حاجه، وكمان زي ما انا كنت لسه بتكلم ان هو بيكون بالنسبه له حصر كميات، ولوحات الخاصه بالديزاين واللوحات الخاصه بالتنفيذ في المصنع، والاركشن هي اهم حاجه في الديبارتمنت بتاعك. زي ما كنت قلت لك لو انت لسه طالب في الكليه هتلاقي نفسك لما تتخرج هتلاقي وظيفه الديتيلنج بالنسبه لك هي المنتشره اكتر. بمعنى ايه؟ وطلاقي اول ما تتخرج هتلاقي مهندسين مطالبين مهندسين ديتيلنج كتير جدا. ليه؟ لان قسم الديتيلنج مش ممكن ما تتعلموش في الكليه بصراحه يعني. انت ممكن تلاقي الديتيلنج هي بتتاخد اكتر بالممارسه. يعني ايه؟ يعني انت بتعرف المبادئ الخاصه بالديتيلنج وبعد كده تبتدي تمشي عليها واحده واحده لحد ما انت تبقى مهندس متمكن من مرحله الديتيلنج. دول الثلاث تخصصات اللي موجودين في الاستيل بشكل عام كده. يبقى احنا اتكلمنا عن الكورس بتاعنا عباره عن ايه، اتكلمنا عن ايه المشاريع اللي بيناقشها الكورس، ايه هي متطلبات الكورس بتاعي، وكمان هو ايه فيه ماشي كل اللي هو لا معلش اي حاجه. فهو ان شاء الله يدخل حالا ونكمل الدورة. هو خلاص هو دخل معانا اهوت عشان انا نكمل ان شاء بعتذر الله جدا، بإذن الله. انا بعتذر جدا يا شباب عن اللي حصل ده، وتقريبا اللايف فصل عندي فجأة، فهنكمل اللايف بتاعنا. ولا يهمك يا انسان، ولا يهمك، ربنا يخليك. هندسة كده اللايف شغال تمام؟ شغال تمام. تمام. انا كنت بتكلم على ان احنا عندنا تلات اقسام في الستيل، هما الاستيميت والديزاين والديتيلينج. دول التلات اقسام الخاصين بالستيل اللي احنا بنتعامل معاهم دايما، او اللي اي مشروع بيتعامل معاه. اول تخصص هو الاستيميت، والتخصص ده بيكون المهندس اللي بيدخل التخصص ده بيتعامل اكتر مع مهندس السيلز. مهندس السيلز بيكون الهدف الاساسي ان هو بيشوف العميل ايه متطلباته، وبعد ما يشوف متطلبات العميل بيبتدي ينقل متطلبات العميل ده لمهندس الاستيمنت. بيكون مهم مهندس الاستيمنت اللي هو يبلور او يوضح متطلبات العميل دي على هيئه رسومات، بحيث ان هو تكون واضحه للعميل اللي هيتم تنفيذه في المشروع هو ايه. المهمه الثانيه لمهندس الاستيمنت ان هو يطلع الاوزان التقريبيه اللي المشروع هيتكلفها، وهنا بتكمن بقى خطوره ومميزات كمان مهندس الاستيمنت. مهندس الاستيمت لازم يكون قادر على انه يعمل ديزاين ايكونوميك، ما ينفعش ما يعملش ديزاين ايكونوميك، وفي نفس الوقت لازم تكون القطاعات بتاعته برضه سيف. فعشان كده احنا بنهتم دايما في الكورسات بتاعتنا بموضوع الايكونوميك سيكشنز، ان هي دي اللي تفرق من مهندس للتاني. لو انت مهندس استيمت وطلعت قطاعات سيف ومفيش فيها مشكله، لكن القطاعات دي مش موفره، قطاعات كبيره، القطاعات كلها كبيره، يبقى انت لما تخش منافسه مع شركه ثانيه، لانك في مرحله الاستيمت انت مش انت لوحدك اللي بتدخل المنافسه، انت بيكون معاك كذا شركه مقدمه اسعار. فلما انت بتدخل كمهندس اسم قطاعات كبيره بتترفض المشروع، انت كشركه بتترفض وبتشوف شركه ثانيه بحيث ان هي تطلع اوزان اقل. مهندس الاستيميت مهمته اللي هو يطلع طنج للمشروع دي. المشروع ده تكلفني كام طن؟ والله 60 طن، 100 طن، 200 طن، ايا كان وزن المشروع قد ايه. والوزن ده بيتبعت او بيحصل له ريبورتنج لمهندس السيلز، مهندس السيلز بيبلوره او بيحوله على هيئه اسعار، على هيئه كوست، ويبلغ بيه العميل. وفي هذه الحاله بقى بيبتدي العميل يوافق على الشركه دي هي اللي تشتغل، ولا الشركه الثانيه، ولا الثالثه، ولا انهي شركه بالنسبه له موافقه طبعا بالنسبه للاسعار اللي مديها. فهنا بقى يكون مهمه مهندس الاستيميت.
مهندس الاستيميت بعد ما بيخلص الشغل بتاعه والمشروع يدخله، خلصت مهمة مهندس الاستيميت. مجرد ما المشروع دخل للشركة، مهندس الاستيميت مهمته انتهت، يبتدي مهمة مهندس الديزاين. مهندس الديزاين بيبتدي ياخد الداتا اللي مهندس الاستيميت خدها من الكلاينت ويبتدي يعمل لها فلتريشن، بس بيكون مهتم جدا بالتفاصيل بقى. بمعنى ايه؟ والله انا عندي المشروع مهندس الاستيميت كان مش واضح له المشروع بتاعه هيبقى التخطيط بتاعته مثلا سنجل شيت ولا ساندويتش رن، ساعتها هيبقى مهندس الديزاين لازم يكون عنده قرار من الكلاينت هل التخطيط بتاع المشروع بتاعك سنجل شيت ولا ساندويتش رن، لان طبعا هتفرق في الاحمال بالنسبه للديزاين، والديزاين دي هي المرحله الاخيره اللي بعديها هيتم التصميم. فلازم كل حاجه تكون واضحه، ما ينفعش مثلا المشروع بتاعي يكون فيه كرين، في حاله الاستيميت انا مش هكون مهتم قوي الكرين الكباستي بتاعته هو 5 طن ولا 10 طن. لو الكلاينت جه قال لي انا الكرين الكباستي بتاعتي من 5 ل 10، فانا هصمم في الاستيميت على 10 طن، بحيث ان انا ايه اكون واخد الكريتيكال سيتويشن. ولكن في الديزاين ما ينفعش، لازم الكلاينت يكون مبلغني بقى ساعتها في المرحله دي ان انا مثلا الكرين بتاعي 5 ولا 6 ولا 7 لحد 10، يجي يقول لي مثلا الكلاينت انا عايز الكرين بتاعي 8 طن، وانا هصمم على 8 طن، مش هينفع ولا مش هينفع بقى ساعتها مش هينفع يبقى القرار بالنسبه لي متغير او في رينج. انا بكون محتاج في الديزاين قيمه معينه هي اللي ابتدي اصمم عليها. لازم في مرحله الديزاين كل حاجه تكون واضحه، كل حاجه تكون معلومه، بحيث ان انت تقدر تعمل ديزاين بشكل افيشنت بشكل كبير. بعد ما خلصت مرحله الديزاين، اللوحات بتاعتك بتروح رايحه لقسم ثالث اسمه الديتيلنج. الديتيلنج ده بيبقى عباره عن ايه، او ديتيلر؟ الديتيلر ده بيبقى مهندس تاني بياخد منك اللوحات بتاعتك، وبعد كده بيشتغل على برنامج التكله. هو ده بقى المهندس اللي بيشتغل على برنامج التكله، بحيث ان هو يعمل زي تفريد للحديد. والله انا عندي قطاعات العمود، قطاعاتها ايه عباره عن ايه؟ هبتدي لو القطاعات بتاعتي بلت اب، هبتدي احدد المصنع البلتات اللي المفروض يقطعها على ابعاد قد ايه ويلحمها ازاي، بحيث اللي هو ينتج في الاخر بالنسبه لي من المصنع العمود اللي مطلوب في الديزاين. وهكذا في الكاميرات، وهكذا مثلا في كل فورمات، وهكذا في كل ايمنت في المشروع. مهم كمان للديتيلر ان هو بيعمل حاجه ثانيه مهمه جدا، ان هو بيعمل حصر لكميات المشروع بعد مرحله الديزاين. يعني بيبتدي يقول انا نزل لي في الديزاين، او انا نزل لي في المشروع بتاعي كميه وليكن كذا، هي الكميه دي اللي بتبتدي الفاينل اللي هتنزل للسايد بتاعي، وهي دي اللي انا هبعمل معاها. تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي مش عارف ايه يا عم برضه، هو انا مش عارف ايه بصراحة، كل شوية يفصل ويرجع ليه. تمام.
اخر حاجه كنا بنتكلم عليها هو الديتيلنج ديبارتمنت. بعد ما بتوصل لمرحله الديزاين بتاخد الديتيلر ده بياخد اللوحات من الديزاين انجينير ويبتدي يتعامل معاها مع في مرحله الديتيلنج. بمعنى ايه؟ هو بياخد القطاعات اللي واخدها الديزاينر ويبتدي مثلا لو قطاع العمود قطاع بلت اب يبتدي ياخد القطاع بلت اب ده ويحدد للمصنع هو هيعمل تقطيعات البلتات عامله ازاي، اللحامات هتبقى عباره عن ايه. وبعد كده كمان مهمة الديتيلينج انجينير اللي هو بيوضح الكميات النهائية للمشروع بتبقى قد ايه اللي هي هتنزل للسايت بتاعك. يبقى انت بالنسبة لك عندك ثلاث اقسام في الستيل، هما الاستيميت والديزاين والديتيلينج، دول ثلاث اقسام رئيسية. في اقسام تانية طبعا بتخدم على الاقسام دي، في اقسام زي السيلز، في اقسام زي البروجكت انجينير، دي بقى اقسام تانية موجودة في اغلب الشركات. هتلاقي كل شركة موجود فيها الاقسام دي. غير كده كمان هتلاقي قسم الديتيلنج الاخراني ده هتلاقيه منتشر جدا وبيكون مطلوب جدا. لو انت طالب مثلا في الكليه هتلاقي بالنسبه لك في عدد كبير من الوظائف هتلاقيها متاحه بالنسبه لك في قسم الديتيلنج بالذات. ليه قسم الديتيلنج بالذات؟ لانه بيبقى محتاج عدد كبير من المهندسين. غير كده مش لازم اكون محتاج مهندس خبره قوي، ممكن اعتمد على مهندس صغير ما عنديش مشكله يعني لسه متخرج ويبتدي يتعلم معايا واحده واحده. تمام؟ ده كده بالنسبه للثلاث اقسام اللي احنا بنتعامل معاهم في الاستي. يمكن احنا في الكورس بتاعنا بنهتم بالقسمين الاولانيين اللي هم الاستيميت والديزاين، لان دول اهم قسمين بنبقى خاصين او ريليتد بالتصميم بشكل عام. تعالى كده نتكلم مع بعض كده كحاجه بسيطه من الكورس برضو، او نتكلم مع بعض على السيستمز اللي هي بتقابلنا في المشروع. عندنا في المشروع في لوحات بنبتدي نشتغل عليها بشكل كبير. هي لوحات، اول لوحه ممكن نعملها هي حاجه اسمها لوحات اللي اوت. اللي اوت دي بتبقى لوحات بسيطه بتوضح انا المشروع بتاعي بيبقى عباره عن ايه. اللوحات دي اقدر اقدمها او مهندس الاستيميت يقدر يقدمها للكلاينت بحيث ان هي توضح له الفكر الستيل هيبقى عامل ازاي، اماكن الاعمده مثلا عامله ازاي. هتبقى بتوضح لمهندس او دي بتوضح للكلاينت لو في حاجه بتتعارض ما بين الستيل والمعماري او الميكانيكال لو هو عنده ميكانيكال. نبتدي نتعرف مع بعض على المميزات والعيوب لكل للستيل. عندنا في المميزات مثلا للستيل، اول ميزه اللي هي هاي سترينث. انا عندي قطاعات الستيل دايما بتبقى المتانه بتاعتها عاليه جدا، وده بيميزها عن قطاعات الخرسانه. وفي الحاله دي قطاعات الخرسانه بتبقى القطاعات بتاعتها كبيره جدا، ولكن قطاعات الستيل ممكن استخدم قطاعات اصغر وتشيل نفس الحموله، بتشيل نفس الحموله اللي يقدر يشيلها قطاع عمود كبير جدا. ودي ميزه من مميزات الستيل انها بتساعدني ان انا اوفر في او استفاد من الاريا بتاعتي بالكامل. الاريا بتاعتي ما بيتكلش منها اجزاء كتيره زي الاعمده الخرسانه اللي هي بتبقى احجامها كبيره فبتاكل من الاريا بتاعتي. وده بيبقى ميزه من مميزات الستيل اللي هي بتديني اتاحيه لان المشروع بتاعي يبقى الاريا بتاعته اكبر طالما انا استخدمت قطاعات ستيل. تاني ميزه من مميزات الستيل وان هي الفاست كونستراكشن. انا عندي في الفاست كونستراكشن يعني انا اقدر انفذ المشروع بتاعي في وقت قليل، وده ميزه من مميزات الستيل المهمه جدا عكس الخرسانه. الخرسانه بتاخد وقت طويل ان انا بعمل شده خشبيه وابتدي بعد كده بصب وبعد كده بستنى لحد ما الخرسانه تشد. في الستيل مفيش الكلام ده، انا عندي قطاعات بتكون جايه جاهزه من الموقع من المصنع بتتفرغ للموقع مجرد بتتركب يبقى انا كده خلصت المشروع بتاعي. تالت ميزه عندي وهي ايزي تو ميك سترينس، ان انا اقدر اعمل سترينسنج للمشروع بتاعي. والله انا جيت عملت مبنى ستيل، بعد ما خلصت المبنى الستيل بتاعي لقيت ان المبنى الستيل انا كنت مصممه مثلا على احمال سكنيه، بعد ما خلصت المبنى لقيت ان انا اقدر اسوق المبنى كتجاري، فانا هعمله احمال اداريه، فعايز احول اللايف لود من سكن الاداري، فطبعا انا كده تقريبا حولت ضعف اللايف لود او هستخدم ضعف اللايف لود. ابتدي وانا خلاص صنعت المشروع بتاعي وركبته وخلصت كل حاجه في المشروع، ابتدي ممكن اقدر اعمل سترينسنج للستيل بشكل بسيط جدا وكمان من غير ما اوقف النشاط اللي شغال بيه المشروع. يعني ايه؟ انا ممكن اجي اروح واخد سكشن من البيلدنج اعمل السترينسنج فيه. السترينسنج بيبقى عباره عن ايه؟ السترينسنج ده بيبقى عباره عن ان انا بلحم مجموعه من البليتات او الكاميرات تحت الكاميرات اللي موجوده مثلا على الفلور بتاعي. انا كده قدرت ان انا اعمل سترينسنج بشكل بسيط وسريع وفي نفس الوقت هيتحمل معايا احمال كبيره. فتخيل كده السترينسنج ده لو انت كنت عايز تعمله في الخرسانه، لا الموضوع كان مختلف تماما. كنت انت هتضطر ان انت تعمل قمصان مثلا للكاميرات، قمصان للعمدان، تزريق للحديد، فلازم وحتما ولا بد المبنى كله يفضل عشان تبتدي تقدر تشتغل. عكس الستيل لا مش لازم، انت ممكن تمشيها فيزز او سكاشن في المبنى
تشتغل عليها، ولما تخلص تخلي الجزء ده يشتغل وتوقف جزء تاني موجود في المبنى وهكذا، بحيث ان انت يبقى جزء شغال في المبنى وجزء تاني بقدر اشتغل فيه. رابع حاجه وهو ايزي تو ميك اكستنشن، ودي من مميزات الستيل طبعا الكبيره، ان انا اقدر اعمل اكستنشن للمشروع بتاعي في اي وقت وبطريقه سهله جدا وما عنديش مشكله فيها، ان انا ممكن اجي اعمل اكستنشن بسيط وبسرعه في حاله الستيل. خامس ميزه ودي بعتبرها ميزه وعيب، اللي هو الحل السهل الممتنع، لايت ويت، ان المشروع بتاعي بيبقى خفيف. المشروع الخفيف او المبنى الخفيف ليه مميزات. اول ميزه ان انا عندي ما بيكونش عندي مشاكل في التربه، لو التربه كمان فيها مشاكل الستيل بيبقى حل من الحلول المميزه جدا انها ما تظهرش المشاكل دي، او ما تخليش تكلفه الفاونديشن بتاعتي تكبر جدا نتيجه ان انا عندي المشروع بتاعي لايت. بس ليه ايه عيبها بقى؟ ومميزاتها كمان في ميزه ثانيه، ان انا احمال الزلازل بالنسبه لي ولا ليها اي اهميه، لان المبنى بتاعي بيبقى وزنه خفيف، فاحمال الزلازل دايما بتبقى عندي ضعيفه جدا او الافكت بتاعها بيبقى ضعيف. طب ايه العيب بقى اللي بيبقى بيظهر لي؟ بيبقى عندي عيب بقى خطر جدا، ان احمال الويند بتبقى من الاحمال الكريتيكال جدا في المشروع بتاعي. يبقى انا بالنسبه لي احمال الويند ممكن تشيل المشروع وتحركه من المبنى من المكان بتاعي وتوديه لحته ثانيه خالص، فبيبقى بالنسبه لي اللايت ويت ده ميزه وعيب في نفس الوقت. مش كده دايما هنكون بنهتم باحمال الويند لود عن اي حمل تاني بيكون موجود في المشروع بتاعي. ثالث ميزه وهي النو فورم ورك، اللي انا ما بستخدمش شدات خشبيه، وده بيساعدني طبعا ان انا ما اوقفش النشاطات. لو انا بعمل مثلا كوبري ممكن ما اوقفش النشاط تحت الكوبري، ممكن استخدم شده حديديه كده بسيطه وبعد كده، او من غير شده خالص، لان اركب الكاميرات بتاعتي على طول بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله. سابع حاجه والستراكشر كان بي ترانسفيرد تو انذر بلان، ودي ميزه مهمه جدا بيستخدمها المستثمرين. انا مثلا مستثمر اجنبي جاي استثمر في مصر مثلا، يبقى انا بالنسبه لي انا ممكن اصمم المشروع بتاعي ستيل افضل منه خرسانه. ليه؟ لان ستيل انا اقدر بعد ما انا عملت المشروع بتاعي مثلا وليكن في مصر، عايز اغير فكري وعايز انقل المشروع بتاعي من مصر مثلا للامارات، اقدر بسهوله جدا اروح فاكر قطعات الستيل اللي انا ركبتها واشحنها في البحر واديها مثلا للامارات وابتدي انقل المشروع بتاعي من مصر للامارات. بالنسبه لي موضوع ان انا استخدم الستيل بيبقى ميزه مهمه جدا، ان انا اقدر احرك المشروع بتاعي من مكان للتاني بطريقه سهله وما عنديش مشاكل. طب العيوب ايه؟ اول عيب ان انا عندي مشكله في الكروجن، انا عندي مشكله في الصدى. مشكله الحديد الاساسيه ان هو بيحصل له صدى، بس دي ليها حلول كتير قوي، ان انا ممكن استخدم فاير ريتد، ان انا ممكن استخدم سوري بنتنج معينه. البنتنج دي هي ان انا ادهن الحديد بتاعي ما اخلوش مكشوف، وفي مجموعه كبيره من الدهانات بتساعد على انها تمنع وصول الميه للحديد. طبعا دايما بالنسبه لنا ان الميه تبعد عن الحديد دي حاجه اساسيه جدا وما ينفعش استخدامها. تاني عيب ان انا عندي ليس فاير ريزيستنس، اللي انا عندي مشكله في الفاير ريزيستنس بالنسبه للستيل. وانا عندي مشكله في الفاير ريزيستنس مش تمبريتشر، عشان برضه في ناس بتفرق ما بين الاثنين. انا عندي مشكله في حمل الحريق مش حمل الحراره. حمل الحريق يعني ايه؟ لو انت درست الخرسانه هتلاقي ان انا المبنى بتاعي ممكن يستحمل حريق، يعني المبنى يبقى فيه حريقه جواه لمده حوالي 29 دقيقه، فيما معناه ثلاث يعني نص ساعه. ساعتين كاملين. المبنى في الخرسانه يقدر يستحمل حريق لمده ساعتين كاملين ما عنديش مشكله. ولكن في الاستيل المبنى بتاعي يقدر يستحمل حريق لمده 29 دقيقه فقط. فطبعا لو انت عندك حريق في المبنى مده ساعتين والمبنى خرسانه تقدر تخرج كل المستخدمين المبنى وما عندكش مشكله، ولكن في الستيل نص ساعه مش كافيه ان الناس تهرب من المبنى وتمشي. المبنى لو حتى هيقع فما عنديش مشكله، لو بس المهم ان انا انقذت الارواح. في حاله الستيل ما عنديش فاير ريزيستنس كافيه، فبنضطر ان احنا نستخدم مواد كتيره جدا زي الفاير ريتد اللي احنا بنستخدمه مع الدهانات، ان هو يطول مده الحريق مثلا من نص ساعه لساعه، وده على حسب بقى، في فاير ريتد يطول لك، في دهانات معينه تطول لك الحريق كمان نص ساعه يعني يوصلها ساعه، في دهانات ثانيه تخلي لك الحريق بتاعك يطول عن ساعه ونص او ساعتين على حسب الماده اللي انت بتستخدمها. المشكله في المواد دي بتبقى مواد غاليه جدا، ما بتبقاش رخيصه، وبالتالي بالنسبه لك بيبقى الموضوع الكوست بتاعته عاليه جدا. ساعات بنستخدم الان كيس كولوم، اللي انت تحط الاندام بتاعتك وحواليها خرسانه، ودي بتطول زمن الحريق جدا، اللي ان انت حطيت ماده خرسانه الاول تواجه الحريق، وبعد كده الحريق عقبال ما يوصل للستيل يبقى خد مده طويله جدا اللي هم الساعتين، وبعد كده معاها نص ساعه كمان حديد،
وانا بالنسبه لي خليت زمن الحريق بتاعي وصل لحد ساعتين ونص. ده بالنسبه لي من بعض العيوب الخاصه بالستيل. تالت حاجه وهي الهاي مينتنانس كوست، ودي طبعا من الحاجات الاساسيه جدا، ودي ان تكلفه صيانه الحريق بتاعتي بتبقى تكلفته عاليه، وده بيؤدي ان انا عندي طبعا مش اي حد بيبتدي قرار ان انت تاخد صيانه للحديد او قرار ان انت هتستخدم المبنى بتاعك حديد، هيبقى قرار مش اسهل مش احسن حاجه، او قرار هتكون انت متحمل اللي انت عارف ان الكوست بتاعته مش ارخص. ده بعض العيوب والحلول بتاعه العيوب دي. على الرغم اللي فيه عيوب للستيل، بس حلوله برضو موجوده ان انا اقدر استخدمه. في عندنا بعض الابلكيشن اللي احنا بنستخدمها، ممكن نستخدم هاي رايز بيلدينج استخدم فيها ستيل، بس مش هتلاقيها كتير، يعني يمكن برج خليفه من الابراج من المباني اللي استخدمنا فيها ستيل بشكل كبير الهاي رايز، بس مش هتلاقي في الفتره الاخرانيه مش هاي رايز كتير هتلاقيه قابلك في حياتك، هتلاقي ممكن تقابلك مره واحده، ممكن ما تقابلكش خالص كعب هاي رايز بيلدينج. في عندنا طبعا المصانع بجميع انواعها دي بتبقى عباره عن اغلبها بتبقى الابلكيشن الصريح للستيل. في عندنا كمان التاورز، الترانزميشن تاورز او الكوميونيكيشن تاورز، دي من الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها في الستيل. برضو في التنكات، ودي بتبقى ما بين الستيل وما بين المهندس الميكانيكا، يعني بتبقى ميكس ما بين الاثنين، ممكن مهندس الميكانيكا ومهندس الستيل يستخدموا يصمموا التنكات، مفيش فيها مشكله. في طبعا عندنا لوحات الاعلانات اللي بتبقى موجوده على الكباري او الطرق، كل ده بتبقى برضو ستيل. في الكباري ده برضو بيبقى ستيل. ده كده بالنسبه للمشاريع او ايه الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها. طب في الكورس بتاعنا ايه المشاريع اللي احنا هنناقشها؟ احنا هنناقش المشاريع الخاصه بالمصانع والهناجر والمصانع والهناجر والمخازن كلهم بجميع اشكالهم. هنتعامل مع الويند ونعرف الويند في الكود المصري بيتناقش ازاي. هنتعامل مع السبيس تراسز بشكله الجديد. بمعنى ايه؟ لو انت لاحظت في سبيس تراس عباره عن تراس عادي جدا، اللي هو التراس اللي هو بيتكرر على مسافات، ده هنتكلم عليه. وكمان في سبيس تراسز اللي هو بيبقى عباره عن نود او كوره كده من الحديد خارج منها اليمنت في الثلاث الاتجاهات، دي هنتعامل معاها ونعرف ازاي بنصمم السبيس تراسز دي. كمان هنتعامل مع الكرينات ونعرف الكرينات ازاي نحسب الاحمال بتاعتها على الفريمات، وازاي نتعامل مع كرين واحد او اكتر من كرين يكونوا موجودين في نفس المشروع، وهيبقى في ابلكيشن بروجكت على موضوع الكرينات بالكامل، والداتا الخاصه بالكرينات كلها هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا. اخر حاجه خالص هنتكلم عليها هو لو انا عندي ميزانين او كذا ميزانين في المشروع بتاعي. لو انا عندي مثلا المشروع بتاعي عباره عن مصنع فيه ميزانين او اكتر، ازاي اتعامل مع الميزانين، وازاي احسب سيكنس الميتال الديك بتاعي، ازاي احسبه، وازاي اعمل سيستم للميزانين بشكل عام، كل ده هنتعامل معاه في الكورس بتاعنا. برضه هنتكلم عن الهاي رايز بيلدينج وايه الانظمه والسيستمز اللي احنا بنستخدمها في الهاي رايز بيلدينج، بحيث ان انت تكون عندك نوليدج برضه عن الهاي رايز بيلدينج. كده بشكل عام احنا يمكن لخصنا الكورس بتاعنا بيتكلم عن ايه بشكل عام، عرفنا الكورس ايه هو الهدف منه. زي ما انا يمكن اتكلمت في اول محاضره، الهدف من الكورس هو انك لو انت طالب في الكليه ازاي تأدي في مشروع التخرج. الكورس بيأهلك جدا ان انت تعرف تشتغل في مشروع التخرج بطريقه افيشنت جدا، لانك اوريدي هتكون عملت اكتر من ثلاث مشاريع في الكورس. احنا في الكورس بتاعنا فيه حوالي ثلاث مشاريع، في مشروعين انا بعملهم وفي مشروع بسيبهولك في الاخر انت بتعمله، وبنزل ببعت لك كمان الحل بتاعه كامل اللوحات بتاعته والكالكوليشن. كل المشاريع اللي احنا بنعملها بتكون في الاخر في كالكوليشن نوت، بديك التمبلت بتاعتها واعرفك ازاي تعمل كالكوليشن نوت، لان هو ده الانترفيس اللي انت بتحتاجه. فلو انت طالب في مشروع التخرج ولسه هتبتدي مشروع التخرج او انت شغال فيه اوريدي، فهيبقى بالنسبه لك الكورس مفيد جدا، لانك هتلاقي نفسك ان المشروع هتكون انت صممت مشروع اصلا في الكورس، فهيكون بالنسبه لك انت داخل على مشروع التخرج وانت مطمن انت اساسا صممت مشروع تخرج مشروع قبل كده، فهتلاقي الدنيا معاك سمبليفايد ومفيش فيها مشاكل. لو انت مهندس خرسانه ومحتاج تتعلم ستيل، هيكون بالنسبه لك الكورس مهم جدا، لانه بيناقش البيزكس وبيعمل الفوكسنج جدا على البيزكس، وتلاقي الموضوع بالنسبه لك هاندل جدا في الكورس. لو انت مهندس ديزاين بس لو انت مهندس مش ديزاين بس مهتم بالديزاين، زي مثلا شغال في الديتيلنج فانت مهتم انك تتعلم ديزاين، هيكون الكورس بالنسبه لك برضه مفيد. فزي ما انا قلت يمكن كورس المحاضره بتاعتنا بتاعت النهارده هي كورس خاص بالليفل 1 مش بالليفل 2. احنا عندنا في كورسين بنشتغل عليهم، عندنا في كورس ليفل 1 وده خاص بالكود المصري، في كورس ليفل 2 هنعمل له محاضره ان شاء الله الاسبوع الجاي وده خاص بالكود الامريكي. زي ما انا يمكن نصحت قلت النصيحه، لو انت البيزكس عندك فيها مشكله او مش عندك فيها مشكله، انت عندك البيزكس
فيها بقى محتاج تزود البيزكس اللي عندك. وانت بالنسبه لك كورس ليفل 1 هيكون مهم جدا، وبعد كده لو انت عايز تتعلم كود امريكي كود كورس ليفل 2 بعد. يمكن احنا عاملين عروض كتيره الفتره دي مع باشمهندس رابح، يمكن هكلمكم عليها بعد المحاضره ان شاء الله. هنزل لكم سامبل من الكورس نفسه، بحيث ان انتوا لو انتوا عايزين تشوفوا الكورس نفسه عامل ازاي والكواليتي بتاعته عامله ازاي. يمكن احنا استخدمنا احسن اجهزه التسجيل والفهم بشكل عام، نستخدم يعني يمكن انتوا لاحظتوا معايا ان بنستخدم وايت بورد، ونستخدم باور بوينت كده بنشرح عليه، بيكون بيسهل عمليه الفهم، وكانك بالظبط حاضر سيشن في جامعه او حاضر سيشن في سنتر، بحيث ان انت بالنسبه لك ما يكونش في مشكله لو انت خدت كورس او شفت فيديو معين، يكون الفيديو ده كافي جدا ان هو يفهمك كل حاجه. زي ما انا بتكلم دايما او زي ما انا بقول دايما في كل الكورسات بتاعتنا، انا ما بعتبرش الكورسات بتاعتنا هي عباره عن ان احنا بنبيع لك سلعه. احنا في الاول وفي الاخر بنشارك بعض في انفورميشن. بمعنى ايه؟ بمعنى لكل الشباب اللي بيشتركوا معانا في الكورس بتاعنا بنعتبرهم كاخواتنا. فانت بالنسبه لي مش ان انا ببيع لك سلعه وببيع لك السلعه وبجري، لا، انا بكون معاك طول فتره الكورس. اي سؤال اي استفسار في الكورس ما عنديش مشكله فيه، تتواصل معايا وبساعدك فيه لو تطلب الامر، لان انا بدخل معاك لايف كامل واشرح لك اللي انت عايزه. بعمل كده فعلا، وفي مشتركين كتير حصل معاهم كده وعملناهم كده الحمد لله. مش بس كده، لحد النهارده الحمد لله في تواصل مع ناس اشتركت في الكورس من 4 سنين. في ناس اشتركت في الكورس ده من 4 سنين ولحد النهارده في تواصل معاهم. في حاجات بتقابلهم في شغلهم، بيكون في مشكله بنقابلها في شغله، بنقعد معاه وبحل لهم المشكله دي، او على الاقل بقدر اساعده وادي له الداتا اللي هتساعده في شغله، فيبقى انا ساعدته في شغله. وبالنسبه لي انا كده بالنسبه لي ساتسفايد جدا وما عنديش اي مشكله. فانا بحب دايما ان انا الناس اللي بتخش معانا بنعمل زي كوميونتي مع بعض، مش مجرد بس ان احنا بناخد كورس مع بعض، لا، هو بيبقى كوميونتي كامل. لو في اي معلومه واقفه قدامك او عايز تستفسر عنها وانت عايز تاخد ديزيشن، في ناس بتسالني على شركات عايزه تنقل لها، فبتكون عايزه الراي يعني هل الشركه كويسه او لا. فزي ما انا قلت يعني المشتركين اللي معانا مش مجرد ان احنا بنشرح كورس وبس، لا، انا بالنسبه لي المشترك اللي معايا بيبقى اخ وصديق، وفي نفس الوقت لو محتاج اي حاجه بكون تحت امركم طبعا. طيب، اتمنى ان اشوفكم كلكم في الكورس بتاعنا، واتشرف معرفتكم كلكم. زي ما قلت لكم باشمهندس رفح هيبلغكم طبعا او هيعلن عن الخصومات اللي هتحصل على كورس ليفل 1 بشكل عام، وكمان الخصومات للناس اللي هتشترك في كورس ليفل 1 وليفل 2 مع بعض. هيبقى في خصومات معينه للي هيشترك في الكورسين مع بعض، وفي خصومات اللي هيشترك في كورس ليفل 1 لوحده. لو في اي حد عنده اي استفسار عن الكورس، حابب يسال عن اي حاجه، يقدر يتواصل معايا في اي وقت، مفيش اي مشكله. لو حابب تسال حتى بعيدا عن الكورس، عندك في حاجه انت واقفه معاك عايز تسالني عليها، مفيش اي مشكله خالص. يمكن في جروب اتعمل على الواتساب، تقدروا تتواصلوا معايا في اي وقت، او على الجروب الخاص بالكورس، مفيش اي مشكله. يا رب تكون النهارده كانت محاضره بسيطه ومفيده، ويا رب اشوفكم ان شاء الله في الكورس، ونشوفكم ان شاء الله كلكم بلا استثناء في الكورس بتاعنا. لو في حد عنده اي استفسار عن الكورس انا موجود دلوقتي، يقدر يقول لي، مفيش اي مشكله. اي حد عنده اي استفسار يا شباب؟ السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مهندس اشرف بيه، كنت حضرت معاك الكورس ده قبل كده. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا بيك. يعني انا يعني اولا بسجل شكر بيك مره ثانيه، وانت راجل يعني ما شاء الله شرحك فوق ممتاز يعني في الكورس. ربنا يخليك يا فندم، شرح فظيع بصراحه. انا بس بنبه الاخوه اللي هيشتركوا ان هم يعني ايه، ان الكورس ما يبقاش مش هيبقى في استفاده قويه الا اذا بذلوا مجهود. ده يعني طبيعي. يمكن انا دايما بقول على النقطه دي، اول محاضره دايما، يمكن حتى حضرتك حضرت معايا، ويمكن انا دايما كنت بقول لازم تطبق ورايا، ما ينفعش تبقى انت بتتفرج على فيديو وبعد ما خلصت الفيديو قفلته ورحت بقى شفت لعبت مثلا، لا مش هينفع. لازم تطبق على اللي انا بعمله.
لازم، لان هي ستيل مجال انا كبير. يعني كان النصيحه برضو يعني هنا حضرتك مع الناس اللي هتاخد الكورس المره التانيه، ان انك تسيب لهم فرصه يعني كبيره شويه، بحيث يعني يشغلوا ايديهم. انا هو الكورس المره دي مش لايف، الكورس المره دي هو كورس مسجل مش لايف زي المره اللي فاتت، يمكن مش زي المره اللي حضرتك اشتركت فيها. يعني الكورس المره دي هو عباره عن كورس مسجل، بحيث ان الناس تبقى عندها الوقت الكافي ان هو يكون بالنسبه له يقدر يشوف المحاضرات في الوقت اللي هو عايزه. ما عندناش، مش هكون مديله ليميتيشن بالوقت زي ما حصل قبل كده. احنا لاحظنا لما ادينا ليميتيشن للوقت، الناس في ناس ما بت مش كل الناس فاضيه تقدر تشوف الكورس كله مثلا في رينج شهر او شهر واسبوع، فبيبقى بالنسبه لهم لا الميعاد ضيق قوي. فبدانا لا قلنا لا خلينا الرينج مفتوح بحيث ان انت تقدر تشوف الفيديوهات زي ما انت عايز، وانا اكون معاك خطوه بخطوه زي ما انت عايز، بحيث ما يبقاش انا مديك ليميتيشن في الوقت وانت معاك حريه الوقت معاك تقدر تطبق زي ما انت عايز. يمكن ده اللي احنا خدناه، او ده القرار اللي احنا خدناه الفتره الاخيره، لان لقينا ناس في موضوع الليميتيشن الوقت ده، او لما خلينا الوقت ليميتد في ناس بدات تبقى بالنسبه لها الوقت بالنسبه لي ضيق، لا انا عايز وقت اكبر فكده مش هلحق الدروب. فقلنا لا خلاص اللي هيشترك هيبقى بالنسبه له الوقت مفتوح يقدر يطبق زي ما هو عايز. انا بدي وقت للكورس قد ايه؟ انا بدي وقت للكورس من شهر واسبوع لشهر ونص، يعني في الرينج ده وقت مناسب جدا ان انت تخلص فيه الكورس كده. يمكن كمان كورس ليفل 1 يعني حضرتك اشتغلت معايا كورس ليفل 2، يمكن كمان كورس ليفل 1 كمان يمكن المعلومات اللي فيه اكتر من كورس ليفل 2، فمحتاج وقت اكبر، محتاج مظبوط. مجهود اكبر يعني كمان. هو مهم، هو تأسيس للكورس اللي مهم. بالظبط. دايما احنا الحمد لله في راجح اكاديمي ما بنعتمدش على ان احنا عندنا خبرات مثلا من 5 و6 سنين وخلاص وعلى كده. احنا دايما بنعمل ابديت كل فتره، كل مثلا 4 أو 5 شهور، كل ما نحس ان في معلومه جديده نضيفها. يعني اكيد حضرتك برضه متابع معايا على الفيسبوك، واكيد بتشوف ان احنا يعني مظبوط. لا لا حضرتك يعني هتبقى في فرصه ان شاء الله ان احنا نعمل المجالات اللي هي بتاعت الدورة بتاعتنا، في المجالات أكيد دي بقى. أكيد أكيد طبعا أكيد. إحنا ما بنوقفش عند فايلات، وإلا يعني زي ما أنت عارف إن إحنا أغلب الكورسات بتاعتنا بتكون كورسات مسجلة، مفيش كورس ايوه تمام. هيفضل يتباع 5 و6 سنين مستحيل، تمام أو مفيش كورس هينفع إن هو يواكب العصر وهو متسجل من 5 6 سنين برضه مستحيل. عايز إحنا استاذنك دايما برضه يا باشمهندس راجح، احنا يمكن كورس ليفل 1 ده بالذات عملنا له اكتر من ابديت، بس ان هو كمان يعني يواكب العصر كمان اكتر، يعني لان احنا السوق المصري يعني كورس ليفل 1 بيخاطب السوق المصري اكتر منه من السوق الخليجي. السوق المصري كمان بيتطور بشكل مهول، فبدانا اللي احنا نطور في كورس ليفل 1 ده اكتر من مره عشان ندخل فيه سيستمز جديده تساعد المتدرب او المشترك معانا ان هو يبقى مواجه للسوق اكتر، لان السوق بيتغير والسوق المصري كمان نشط بشكل مهول، عكس مثلا السوق الخليجي او السوق الاماراتي السوق السعودي. يمكن طريقه الديزاين ما زالت مستمره بنفس النهج، ولكن في السوق المصري الموضوع بيتطور بشكل مهول جدا. فيمكن ده اللي خلانا في كورس ليفل 1 بالذات طورناه باكتر من مره، مش مره ولا اتنين، لا طورناه اكتر من مره بحيث اللي هو يواكب السوق المصري بشكل كبير. ان شاء الله يا باشمهندس نشوف حضرتك معانا تاني في الكورس يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا باشمهندس. يعني انت والله يعني من الناس اللي استفدت منك كتير جدا لا في بالعكس والله، شغلي. حضرتك كمان من الناس المجتهده جدا بصراحه اللي انا اتعاملت معاهم، وربنا يزيد حضرتك علما يعني
ويبقى اجتهادك ده دايما، يعني انا بشوف دايما الاجتهاد وان الواحد بيسعى ده في حد ذاته بيخلي اي حد الو ينجح، يعني ده اكيد جزء من او فاكتور من فاكتورز النجاح، ده حاجة اساسية يعني. انا اسف يا باشمهندسين، تقريبا النت عندي انا ستيبل شويه فيمكن اقطع، يعني لو حد كان بيسال على حاجه معينه انا تحت امره مفيش مشكله. حد عنده اي استفسار تاني يا باشمهندسين؟ يا باشمهندس اشرف، حضرتك عندك اي استفسار تاني؟
في اي حد عنده اي استفسار يا شباب؟